إدارة منحازة، لكنها في هذه المرة انحازها وقح كذوبة لا يليق بهذا العالم. إن الرئيس قوة كبرى زي بايدن يكذب ويكرر كذبه مرة ثانية ويتواطأ على دم المرضى في هذا المستشفى. على أي حال ده مش جديد، الأمريكان الاستعمار هم اللي زرعوا هذا الكيان هنا وهم اللي بيحموه النهاردة، وكما زلزل في 6 أكتوبر زلزل في 7 أكتوبر وسوف يزلزل أكثر. جماهير مصر اللي واقفة النهاردة في ميادينها ككل جماهير أمتنا العربية وأصحاب الضمائر في العالم بيعبروا عن موقف حاسم مع فلسطين وحقها في أن تحرر أرضها من الاحتلال وضد الوحشية. طب رأي حضرتك في الموقف المصري الرسمي والشعبي؟ احنا بندعم الموقف الشعبي، عظيم طول عمر الشعب المصري عظيم، شعب معلم وبيثبت ده كل يوم. نحن ندعم الموقف المصري في فتح المعابر، الموقف الرسمي، ندعم الموقف المصري الرسمي ونشد على يده في رفض التوطين والتهجير إلى سيناء، ندعمه في مطالبته بوقف الحرب فورا، ندعمه في إدانته الوحشية الإسرائيلية.